الشعب الجزائري والسلطات عودتنا دائما على مظاهر التضامن، واليوم هذا شكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة، فريق الصحراوي اللي يجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم 20 ماي ذكرى 50 لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح بملعب نيلسون مانديلا مع مولودية الجزائر. هذا الفريق التاريخي أيضا نستلهمه من تجربة فريق لفلين جبهة التحرير، نأخذ نفس المسار ونفس الطريق اللي شرف الجزائر وعرف بكفاح الجزائر. هاي جبهة جديدة، جبهة الرياضة، واللي نحن عندنا فيها طريق واضحة، الطريق اللي خلونا المناضلين فريق جبهة التحرير، نحن إن شاء الله نمشي على هالمسار. نتمنى عنا هاي المباراة تعود مباراة يعني أخوية، ونتمتع كاملين بها، ونوصلوا أهم شيء نوصلوا يعني الرسالة القوية عنا الرياضة هي عندها دور مهم في التحسيس بالقضية، وللأساس هذه جبهة اللي نحن لا نستغلوها ولا نفتحها من هون للأمام. وندعو الجمهور كامل يعني الجزائري والصحراوي والمناصرين يعني يحضروا معنا، وفي هذا الفرح إن شاء الله كلمات لا تكفي لشكر الجزائري، لشكر الدعم الجزائري الذي لم يتوقف ولن يتوقف لدعم القضية العادلة، القضية الصحراوية، سواء كانت في الميادين الرياضية، السياسية، الاجتماعية، كل الميادين. الجزائر تبرهن دعمها التام واللا مشروط للقضية الصحراوية. شعور يعني بفخر فريق الجزائر، يعني نعرفوا عنه متين حتى يعني جيد جدا، وشارفين الحقيقة أننا نلعب هون في ملعب نيلسون مانديلا أيضا. يعني دعم الجزائر للقضية الصحراوية دائما كان متين ودائما كان يعني جيد، والحقيقة الآن يعني عندنا في المستوى الرياضي مهم لنا جدا. الدعم الجزائري عظيم ومميز، ولا ندري كيف نرد لهم الشكر بالنظر لوقوفهم إلى جانبنا في كل المجالات، في كرة القدم وفي السياسة. نحن جد فرحون لكل ما يقام من أجلنا. بفضل الجزائر نستطيع أن نعبر عن قضيتنا بحرية، لأن في المناطق المحتلة لا نستطيع أن نحمل الشعار، لأن فيها تعذيب، فيها حبس، وعلى الأراضي الجزائرية نشعر بحرية كاملة.